أعزائنا معلمي ومعلمات اللغة العربية، يسعدنا أن نقدم لكم إضاءة إرشادية حول كتاب الطالب المطور لمادة اللغة العربية الصف العاشر الذي أسند إليه كتاب التمارين، وهو مادة تطبيقية إضافية علاجية وإثرائية خاصة بأداء الطلبة داخل المنزل بمساندة الأهل وإشرافكم. يواكب هذا الكتاب مهارات القرن 21 والقضايا والمفاهيم العابرة للمناهج، ويعزز التعلم مدى الحياة، ويلائم روح العصر، وينبثق من قيمنا الإسلامية والوطنية الراسخة، مراعياً موروثنا الثقافي وفلسفة التربية والتعليم وخصوصية مجتمعنا الأردني. وينحى مناح عدة في اكتساب الطلبة مهارات اللغة الجمالية والوظيفية والتكاملية، معتمداً منهج الوحدة التكاملية التي تراعي اهتمامات الطلبة وميولهم. أعزائنا، مرافقتكم لنا في هذه الدقائق الثمينة تمدكم بمعرفة حول منهجية الكتاب المطور وتصميمه وعنواناته ومكوناته الجديدة، وما تضمن من إضافات تطويرية نوعية ذات أثر تفاعلي جاذب، وما تميز به من تطويع معطيات التطور الرقمي والتكنولوجي لخدمة عملية التعلم والتعليم. هيا لنبدأ معا في مشاهدة مكونات الكتاب الذي يحوي 5 وحدات تعليمية، تتكون كل وحدة منها من 5 دروس. الدرس الأول: أستمع بانتباه وتركيز. الدرس الثاني: أتحدث بطلاقة. الدرس الثالث: أقرأ بطلاقة وفهم. الدرس الرابع: أكتب محتوى. الدرس الخامس: أبني لغتي. ونأمل منكم أن تتعاملوا مع مكونات الوحدة التعليمية بدءا من غلافها وكفاياتها على النحو الآتي: غلاف الوحدة، ويتكون من صورة تمثل مدخلا لموضوع الوحدة، وتعبر عن فكرتها العامة، ويندرج تحتها آية قرآنية أو حديث شريف أو عبارة أو قول أو حكمة ترتبط بها وتدعمها. كفايات الوحدة التعليمية ومحتوياتها، وهي مجموع المهارات اللغوية الأساسية وما يندرج تحتها من معايير فرعية يرجى تنميتها وتحسينها لدى طلبتكم باعتمادكم لها عند تخطيطكم الدروس وإعدادها. والآن إليكم دروس الوحدة بدءا من الدرس الأول. استمعوا بانتباه وتركيز. يمكنكم استثمار الملامح التطويرية الجديدة في دروس الاستماع بتطويع الوسائط الحديثة في التعلم، فنصوص الاستماع تتوفر في دليل المعلم مكتوبة ومسجلة، تصلون إليها بالمسح على الرمز. يروي كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قد تخلف فيمن تخلف عن غزوة تبوك فلم ينفر في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أصحاب الأعذار. أما عنوان النص فيترك للطلبة فرصة توقعه واستنتاجه بمساعدتكم من صورة تحمل فكرة المسموع تحت عنوان أستعد للاستماع. كما يمكنكم الكتاب من عملية التدرج في المعالجة، إذ تبدأ بالتذكر السمعي ثم الفهم والتحليل، وتنتهي بالتذوق والنقد، بالإضافة إلى ضرورة توظيف آداب الاستماع وما يدعم هذا الأدب من قول مشهور لكاتب أو شاعر أو عالم. أتحدث بطلاقة. نستعرض وإياكم هنا الإضافات التطويرية في مهارة التحدث، فجميع الدروس توفر لكم أنشطة لتهيئة الطلبة تحت عنوان أستعد للتحدث، لمساعدة الطلبة على توليد الأفكار من صورة أو موقف قبل الانتقال إلى عنوان بناء محتوى التحدث، الذي يمكنكم من تعليم التحدث ضمن خطوات إجرائية محددة ومتسلسلة منطقياً، وتعليم المزايا اللفظية وغير اللفظية للمتحدث من خلال عرض نماذج جيدة يحاكيها الطلبة من فيديوهات لمناظرات أو مشاهد تمثيلية أو مسرحية أو جلسات حوارية أو مقابلات أو أمسيات، تمهيداً للتعبير عن الأفكار شفوياً ضمن سياقات حيوية مع ما يرد من إرشادات وإضاءات ومن آداب التحدث وما أسند إليها من أقوال مشهورة. أما مزايا المتحدث فتتيح لكم فرصة تحفيز الطلبة على التحلي بها عند تحدثهم. أقرأ بطلاقة وفهم، وتتميز في المنهاج المطور بلفت الانتباه إلى القراءة الصامتة وضرورة تنفيذ نشاط بعنوان أستعد للقراءة قبل الانتقال إلى القراءة الجهرية بجانبها الأدائي المعبر عن المعنى،
وتوفر لكم مرحلة القراءة التفسيرية تحت عنوان أفهم المقروء وأحلله تحليل البنية التنظيمية للنصوص بهدف توضيح نوع النص ونمطه وتقنيات تنظيم الأفكار وإبراز العلاقات القائمة بينها تمهيداً لمحاكاة بنائه في درس الكتابة. وأخيراً يختتم درس القراءة بنشاط إثرائي يهدف إلى توسيع معارف الطلبة في موضوع القراءة المستهدف تحت عنوان أبحث في الأوعية المعرفية بالمسح على الرمز المتاح. أكتب محتوى. تبدأ دروس الكتابة بنشاط أستعد للكتابة الذي يعتمد تنفيذه على صورة أو موقف أو أسئلة تمهيدية، وتحت عنوان أبني محتوى كتابتي يقدم الكتاب نصاً منمذجاً للكتابة ضمن إجراءات محددة وأشكال توضيحية ومخططات تنظيمية تبين نوعه الأدبي وعناصره وخصائصه الأسلوبية ولغته ومضمونه. أما تحت عنوان أكتب موظفاً شكلاً كتابياً فيكتب الطلبة بشكل مستقل نصوصاً جديدة من إنشائهم على نمط النص نفسه الذي تعلموه في درس القراءة وعلى غرار النص المنمذج الذي تعلموه في مرحلة بناء محتوى الكتابة وفي ضوء الإرشادات المطلوبة. أبني لغتي. تشتمل دروس البناء اللغوي على 4 مفاهيم أساسية في النحو والبلاغة والصرف والعروض، وكبقية الدروس تبدأ بالتهيئة تحت عنوان أستعد من خلال صورة أو موقف يعبر عن فكرة المفهوم اللغوي، ويقدم المفهوم ضمن النصوص والشواهد ويتبعها أسئلة متدرجة تساعدكم على التحليل والموازنة باتباع المنهج الاستقرائي، ليستنتج طلبتكم القاعدة بأنفسهم ضمن صندوق أستنتج المصمم لهذه الغاية، ويمكنكم تأكيد الاستنتاج أو تصحيحه أو استكماله إن كان ناقصاً. وتحت عنوان أوظف يطبق الطلبة تطبيقاً مباشراً على القاعدة التي توصلوا إليها، كما تتضمن الدروس صناديق لنماذج في الإعراب وصناديق لأستزيد أو أتذكر. حصاد الوحدة، وهي صفحة تنتهي بها كل وحدة مخصصة لتأمل الطلبة الذاتي وما خرجوا به من معارف ومهارات وخبرات وقيم ودروس مستفادة. أعزائنا المعلمين والمعلمات، نأمل أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على أبرز ملامح كتاب الطالب المطور لمادة اللغة العربية، وأملنا معقود عليكم في استثماره على أكمل وجه ليحقق الأهداف المنشودة ويكون معينا لكم ولطلبتكم لتعليم لغتنا العربية وتعلمها بطريقة تجعلها أكثر سهولة ومتعة وفائدة.